نأكد على أمر معين، أن مصالح الشرطة تعتبر نموذج، نقول نموذج وطني في علاقتها مع لجان الإعلام، في تواصلها مع طريق خلية الإعلام لمتنة العلاقة، واللي خلات الخبر لما يكون يصدر في وسائل الإعلام يكون خبر مؤكد وخبر حقيقي، لأن علاه لأنها تواصلت. إضافة إلى خلية الإعلام للمدير الولائي الأمن الولائي، خلية الإعلام لمقر لمصالح الولاية، لما نفتح الباب لوسائل الإعلام عن طريق خلايا الإعلام تتواصل بجدية، نقطع الخبر اللي يكون خبر مكذوب ولا إشاعات. لما نتواصل مع وسائل الإعلام في كثير من عن طريق الفيسبوك وبالإيميل، نمد الخبر الحقيقي. ومن جهة أخرى، وسائل الإعلام تعتبر شريك لكل الأجهزة الدولة من خلال التنمية، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية في كلمته بالمناسبة، على أن الصحفي لازم يكون ينظر للواقع، خاصة الظروف اللي تعيش فيها البلاد، الظروف المالية، على أنه لما ينقل الخبر ينقل على حقيقته، ينقل على بالنظر إلى